تابعينا بصباحنا أكيد، ووصلنا إلى فقرتنا ورح نحكي عن البرمجيات. بنسمع عن مصطلح صناعة البرمجيات كتير، وعن هي الصناعة ومقوماتها واستخدامها وأشكالها وما علاقتها بتطور الاقتصاد. رح نحكي أكثر ونتعرف مع الدكتور عمار دلول، اختصاص معلوماتي. صباح الخير دكتور. صباح النور. صباحك. صباح النور. صباح الخير. خلينا بالبداية نحكي شو يعني صناعة البرمجيات وشو بتشمل؟ حقيقة هو مع تطور التكنولوجيا، وصار التكنولوجيا فتحت لحالة تونل اقتصادي إلها علاقة بموضوع إدارة المعلومات، لأنه اليوم التكنولوجيا ما بتقتصر على قصة أنه جيب الحاسب، بدي شيء حاسب أو موبايل أو إلى آخره، بدي شيء آخر شيء يدير عملية الداتا المعلومات اللي عم بدي أستعمل من خلالها تحليل الحاسب ومعالج الحاسب وإلى آخره أو الموبايل وإلى آخره. فلما تطورت هالقصة صار في عنا قطاع كامل ضمن تحت تكنولوجيا المعلومات، عامل لحاله مجتمع لحاله بنى حاله اقتصاد، هو البرمجيات نفسها والتطبيقات تبع الموبايل وبرمجيات الحاسب. لأنه مع الوقت عم نلاحظ عم تتطور بشكل كتير كبير لتواكب عمليا الاقتصاد وتطور الاقتصاد وتطور القطاعات. ف كونه هو عبارة عن شيء عم يعمله الإنسان من الصفر، يعني عم يخلقه من الصفر، فهو اندرج تحت قطاع الصناعة فسموه صناعة البرمجيات. فصار نوع من أنواع أنه إحنا من الصفر منفكر بفكرة منتج، اعتبر هو منتج، هذا المنتج هو عبارة عن برمجية أو تطبيق، نحن منبلش من الصفر ونبنيه لحتى نوصل لعنا منتج، هذا المنتج ممكن أن يكرر. فمثلا بتحكي مع حدا بيقول لك نزلي البرنامج الفلاني او التطبيق الفلاني، فمعناتها هذا المنتج عم يتكرر عند عده اشخاص، وهذا هو تعريف المنتج. انا بساوي منتج شغله وحده، تركيبه وحده، امبلاج واحد، وببيع على عده اشخاص، هو منتج، وبالتالي هو صناعه. فصناعه البرمجيات صارت قطاع بحد ذاته يندرج تحت كل اقتصادات العالم، ولكن بالفتره الاخيره ومع تطور موضوع اقتصاد المعرفه ومع تطور امور العلاقة بالعالم الإلكتروني خلينا نسميه وعالم شبكة الإنترنت، صار بشكل جزء كبير من الاقتصاد نوع من أنواع هو البرمجيات. خاصة بالكورونا صار كله بيشتغل من البيت وكله بعرف شو، وإدارة المعامل وإدارة الشركات وإدارة الأخ كلها برمجيات، فصار هو قطاع منفصل بحد ذاته. نعم، خلينا نحكي شوي، يعني هي الصناعة أو صناعة البرمجيات في إلى مقومات خاصة، خلينا نحكي عن المقومات. طبعا صناعة البرمجيات أهم شيء برأيي أنا لأي دولة تفوت على صناعة البرمجيات تكون عاملة نوع من أنواع القوانين والتشريعات، وهذا اللي بلشنا نشوفه بالفترة الأخيرة. بلشت وزارة الاتصالات تشتغل ضمن هيئات اللي هي موجودة عندها أو تابعة لها على موضوع تشريعات تتعلق بشركات البرمجيات والبرمجيات واعتمادية البرمجيات بحد ذاتها، لنضمن أن نطلع منتج برمجي صح نقدر نخدم في حالنا كدولة أو كمجتمع، ونقدر لاحقا نخنق عليه اقتصاد نقدر نصدره لهذا المنتج كبرمجية ونجيب منه إيرادات تصدير كصناعة، لأن الصناعة هي في شيء داخلي وفي تصدير مثل أي صناعة لأي منتج. وبالتالي هون بدها معايير، فبلشت تصدر هالمعايير، ويمكن من كم يوم طلع بلاغ من رئاسة الحكومة له علاقة بهذا الموضوع، بموضوع معايير صناعة البرمجيات. هذا اللي بسألك عنه، يعني بما أنه نحن نوعا ما توجهنا تجاه صناعة البرمجيات، ويمكن بدأ أساسا دعم حكومي كتير كبير، والقطاعات صحيح. الخاصة أيضا، يعني جميع الجهات لازم تكون مشتركة. واقع الصناعة اليوم، صناعة البرمجيات في سوريا كيف بتشوفها حقيقة. فعليا إذا بلشنا هلأ بدعمها قديش فعليا ممكن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني؟ لأنه نحن عم نشوف من خلال واقع صناعة البرمجيات على مستوى العالم مدخول، يعني صح. فينا نقول الاقتصاد اختلف على طبعا. مستوى العالم بكثير من البلدان. أول شيء إذا بدي أعلق شوي على هاي القصة، في تنبؤ بيقول بال 2025 أو 24 حيكون بحدود ربع الاقتصاد العالمي العالمي مبني على اقتصاد الرقم. صحيح. يعني الإيراد ناتج القومي العالمي حيكون ربعه من الاقتصاد الرقمي. هذا حكي عم نحكي عن سنتين لقدام، عم نحكي عن قد أيام كبيرة. بس ولكن إذا بدنا نحكي نحن عن الواقع الحالي اليوم، المبادرات الموجودة الحالية هي مبادرات فردية، يعني مبرمجين طلاب تخرجوا
ما بعرف شوية شباب جمعوا حالا من الشركة، حدا عمل شركة وجاب كم شب عملهم حاضنة ليقدروا يعملوا نوع من أنواع صناعة البرمجيات من خلال حواضن أعمال صغيرة. هلأ اليوم بالحقيقة إذا بدنا نحكي عن التطور اللي عم بلش يبين، بلش يبين معنا لما الدولة أو الحكومة قررت استراتيجية التحول الرقمي. هون استراتيجية التحول الرقمي بدها على الرديف يكون عندك شركات صحيح تقدر تمشي بهالاستراتيجية، وبالتالي اليوم لنقدر نكون عندنا شركات تمشي بهالاستراتيجية لتردف الحكومة والجهات العامة بشركات، هون لازم يكون في نوع من أنواع التوازن بين خزان بشري، خزان بشري عم نشتغل عليه ليكون عندنا كوادر مبرمجين ومطورين ومحللين وإلى آخره ما تحتاجه صناعة البرمجيات، ضمن معايير تكون على شكل شركات رديفة لنقدر نمشي بالاستراتيجية. فمنلاحظ استراتيجية عم يقول، الاستراتيجية عم تقول إن إحنا عنا تحول رقمي المرحلة الأولى من 22 لل 30 2022 2030. نحن عم نحكي اليوم عن فترة المرحلة الأولى من تحول رقمي أو استراتيجية. لهيك لازم نلحق، يعني بتعتبر لازم دورنا كدول يعني صابيننا بأشواط يمكن. هلا اليوم الفكر، الميزة بموضوع الاقتصاد المعرفة والتحول الرقمي والرقمنة بحد ذاتها هي فيها ميزة مهمة كتير، انه ما عندك مشكلة وقت. شو الفكرة فيها؟ انه انا دائما بلش من الأخير، يعني انا اليوم اذا قررت اتمت مثلا مكان ما فانا دغري حاتمت على الموجود اليوم بالعالم، بالأفكار الموجودة اليوم، بالمنهجية الموجودة ما اليوم، ما رح ارجع من قبل عشر سنين. وبالتالي في نظرية بالأتمتة وبتكنولوجيا معلومات بالتحول الرقمي اسمها never too late، بحياتك ما بتكون مؤخرة أبدا، تبلش بتبلش صح. صحيح. بس الفكرة كمان في نظرية بتقول do it right first time بموضوع البرمجية، انه انت من اول شغلة استغلها صح، فبالتالي لازم يكون في معايير، وهذا بلش نشوفه ببلاغات معينة، لازم يكون في اعتماديات، لازم يكون في تراخيص، لازم يكون في تشريعات. فمنلاحظ في سلسلة من القوانين والتشريعات صدرت على كذا السنة، في سلسلة مشاريع عم تتقاطع لتعمل شيء نقدر نكون عنا اقتصاد رديف وصناعة برمجيات عم تقدر تردف الاستراتيجية الموجودة للتحول الرقمي لنقدر نمشي بمشروع كبير، زائد نخلق شركات تقدر تصدر منتج البرمجي، لأنه هو عبارة عن إيراد ضخم جداً للدولة وللاقتصاد بخزان بشري رأس ماله هو الفكر. تماماً. اليوم يعني نحن كتير مهم أنه نواكب التطورات ونواكب يعني كل شيء عم يصير بالعالم، ولكن نحن هل نمتلك هاي القدرات؟ مين الحاضنة اللي عم تحضن العالم المبرمجين؟ يمكن هلا من شوي ذكرت اي حدا فيه حابب يطرح فكرة كذا، بس لا، نحن لازم يكون عندنا مختصين يلجأوا لهم، الناس اللي حابين يطرحوا اي برنامج او اي تطبيق او اي شيء بيتطور في البلد وبيتطوروا هنن. نحن وين بنروح؟ هيك الحدا عم اول خلينا مش صب جزئين، الجزء الأول إنه وين منروح لنبلش نتعلم شو لازم نعمل. هلأ اليوم في برامج حكومية ماشية، اليوم مثلا عندك هيئة تحت وزارة الاتصالات اسمها هي خدمات الشبكة، عاملة مركز اسمه مركز التميز، هو مجاني، يعني مين ما كان بده يروح عليه، في دورات مجانية بتحكي عن معايير البرمجية، بتحكي عن آلية اعتمادية البرمجيات، بتحكي عن آلية أمن المعلومات وإلى آخره، كتير برامج وعم تقدم شيء حلو كتير الحقيقة، ومها جاهزة مخابر حلوة كتير ومجانية، ولكن يمكن دائما نحن بنقصنا جزء التسويق، ما مسوقين له يمكن بطريقه ما. هلا على الصعيد 100% على الصعيد الموازي، في عندنا مثلا اليوم جمعيه المعلوماتيه تكلفت رسميا وزاره الاتصالات، او صار في اتفاقيه بين وزاره الاتصالات من فتره قريبه لتاهل شركه ضمن المعايير العالميه اللي ما تدعى بالسي ام ام اي والى اخره، في كثير معايير، المعايير السوريه اللي هي تقريبا المعايير السوريه اخذينها من معايير عالميه مقياس عالمي يعني. فبلشوا الجمعيه المعلوماتيه يحكوا انه شرفوا يا شركات لنقعد نعلمكم كيف بدها تكون المعايير، وعم نحكي نحن عن عالم مختصه اكيد بتشتغل بجامعات، بتشتغل بجمعيه معلوماتيه، فاكيد في كوادر مختصه يعني لا تقدر تقوم بهي العمليه. يمكن حكيت نقط كثير مهمه دكتور، يعني قديش فعليا لما نبلش بنبلش صح، في فعلا بعض الجهات المعنيه بلشت فينا نقول باستراتيجيه واضحه لدعم واقع صناعه البرمجيات، بس قديش فعليا كمان ضمن الحصار، يعني قادرين فعليا نطبقه ضمن الموجود عندنا، وقديش فعليا نحن عم نقول
خزان بشري. يعني نحن في عندنا اساسا مشكله بالشغل عند الشباب اليوم بسبب كورونا وبسبب الحرب وعشر سنوات ظروف صعبه. يعني نحن قادرين اليوم توظيف يد عامله بعدد كثير كبير، فينا نعمل برامج ومواقع لصناعه متطوره تواكب الصناعه العالميه، ويكون في لها مدخول، لانه نحن حسنا الاقتصاد الوطني اليوم عم نحاول كل الجهات عم تحاول دعمه، لانه نحن خسرنا جزء كثير كبير خلال سنوات الحرب. يعني نحن عم نحكي انه ممكن يكون فينا نقول، ما رح نقول عصا سحريه، بس رح يكون في عندك فعلا شيء آخر على مستوى الاقتصاد، فينا نقول لدعم القطاعات الأخرى من خلال واقع وصناعة البرمجيات اليوم في سوريا. 100% الحقيقة لألك كيف اليوم البرمجيات وصناعة البرمجيات كون عم تنشغل بمبادرات فردية، هي عم تشتغل بما يدع اقتصاد الزر. يعني اليوم مبرمج أو مجموعة مبرمجين عم يشتغلوا برمجية عم يبيعوها لشركة صغيرة لشركة كبيرة، بغض النظر إن كان داخلية والاكثر لخارجيه، فبتلاقي كثير مبرمجين بيشتغلوا مع شركات خارجيه من هون ريموتلي بالساعه باليوم ما بعرف البرنامج، وبيصير في هون عندهم ايرادات، وبتلاقي بعد صرت تفتح على الفيسبوك تلاقي في عالم صارت هي طريقه دوره توصل هالمصاري اللي عم يقبضوه من برا شلون بدنا نقبضها، وفي شركه يعني فيلم. وبالتالي اليوم هذا الحكي اذا انا بعمله دوره اقتصاديه صحيحه حيشكل عندي نوع من انواع الاقتصاد الرديف وايراد كثير كبير، لانه ماله متكل على رأس مال تأسيس كبير. في عنا دائما بأي مشروع اللي هي الكابكس اللي هي الانفستمنت الأولية الكبيرة كتير، وعنا الأوبريشن كوست تمويل الضخم من البداية، هون فينا نقول تمويل عقول يعني 100%. وعنا الأوبريشن كوست اليوم اللي أوبكس. صناعة البرمجيات هي تعتمد دائما بتمويلها على النموذج اللي هي أوبريشن كوست الأوبكس يعني، وبالتالي اليوم هي عندك بس مشروع المصاريف الشهرية التشغيلية، هي ما بتكون أرقام كبيرة، ولكن عائد الرأس المال عليها اذا بدنا نمسك نشوف اي مشروع احنا بنحط راس مال بنشوف عائد راس المال عليه اللي تيرن اون انفستمنت. بلاقي باقتصاد بموضوع صناعه البرمجيات عم بحكي بعائدات ضخمه جدا، يعني عم بحكي كذا 100%. ليش؟ لانه احنا ما فينا يمكن هيك نواكب، لانه عندنا حصار. لا ما عندنا مشكله، لانه شو الفكره انا صناعه البرمجيات عشان تتكل على اشخاص يملكون الذهنيه والفكر والتعليم، لانه هو عباره عن سكيلز وديكيشن مع بعض، يعني يعني كواليفيكيشن وسكيلز مع بعض لنقدر نمشي بصناعه برمجيات. فاليوم اذا انا عندي طلاب يمكن متخرجين او عالم ما عنده حتى شهادات جامعيه، ولكن واكبته ضمن جزئيه معينه، مركبين ضمن سيستم صح بهيكليه صح، بقدر اخلق منهم مجموعه من البرمجيين وحواضن برمجيين، طلع منهم منتج برمجي ضمن الحصار ما حدا له عندي. وبالعكس طلع شيء يبيعه يمكن ضمن الحصار لبرا وجيب منه مصاري. نتمنى يعني فعلا دايما بنحكي معك دكتور عمار عن مستقبل وواقع صناعة البرمجيات في سوريا، ونتمنى أن يكون في إلها فعليا دعم كتير كبير، لأنه مثل ما قلنا رح يكون في إيرادات ضخمة للاقتصاد الوطني إذا انشغلت صح. شكرا كتير لك. شكرا كتير لك سعد صباحك.